إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فقد قارب العشر الأوسط من رمضان أن ينصرم، وأن يدخل العشر الأواخر. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه أصحابه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومع ذلك، مع هذا الجود العظيم الذي يظهر منه في رمضان، إلا أنه كما في صحيح مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فهي عشر هي أعظم ليالي رمضان أجراً، وأعلاها مرتبةً، وأعظمها فضلاً، وأكثرها عملاً، ينصب فيها الناس على الطاعات. لياليها هي أحيا تلك الليالي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره، فكان يشمر عن ساعد الجد، وكان يشتد، وانتهت مرحلة أن يكون في الليل شيء من الراحة يجتهد فيها. وكان لا يقرب أهله في تلك الليالي. قال سفيان الثوري مستشهدا على هذه القضية: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. فشد المئزر يدل على الامتناع عن كثير من الملذات، والإقبال على الطاعة والعبادة، ولا سيما على قيام الليل. وأيقظ أهله، هذه الليالي لا مجال فيها للنوم، لا مجال أن يفوت هذا الليل العظيم الأجر. أيقظ المرأة، أيقظ الأولاد الذكور والإناث، اجمعهم ليصلوا تلك الليالي، لا يضيعوها. فليلة القدر إحداها، والتي لا نستطيع أن نقول هي ليلة كذا أو كذا، هي إحداها.
فلا يضيع الإنسان الأجر فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يجتهد في هذه العشر من أسباب اجتهاده فيها أنه كان يتحرى أن يكون عمله في هذه الليلة بالذات أن يكون أعظم العمل وخير العمل وأفضل العمل، أن يكون له اجتهاد في ليلة القدر. هذه من الأسباب التحري، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بتحريها، أمرهم بأن يلتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ونحن قريبون وعلى الأبواب، وهي والله حرية بأن نتأهب لها حتى لا يفوتنا منها ليلة ربما تكون هي تلك الليلة التي ينبغي أن لا نضيعها. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول، فلما أراد أن يخرج آذنه جبريل أنها لم تأتي بعد، لم تنزل، فاعتكف بالناس العشر الأوسط، فلما انقضت آذنه جبريل أنها بعد ما ظهرت، فبقي صلى الله عليه وسلم وبقي أصحابه فاعتكف العشر الأواخر وبين أنها في العشر الأواخر. قال الراوي الصحابي ويذكر ليلة 21 يعني أول العشر الأواخر، يقول فقال صلى الله عليه وسلم أريتها وأنا أسجد في ماء وطين، يعني أنه رأى في المنام أنه تكون ليلة القدر ويصلي صبيحة تلك الليلة، يعني الصبح الذي يصبح بعد الليل مباشرة يصلي الفجر، وأنه يسجد في ماء وطين. ورؤيا الأنبياء وحي من الوحي. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة تلك الليلة، يعني 21 كانت، فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته، على جبهته وأنفه، يعني أن السماء نزلت، كان هناك مطر ووقف المسجد ونزل على الأرض حتى صار في الأرض شيء من الطين، فظهر ذلك على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا أمل للإنسان أن يقول أنا أحدد تلك الليلة في ليلة كذا وأدعو بقية العشر، لا بد من الاجتهاد في تلك، ولا سيما أنه قد تكون الأولى والثانية والثالثة إلى العاشرة في أيهن. نعم جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تعينها في بعض الليالي، وحملها بعض أهل العلم على أنه كان في تلك السنة بالذات في تلك الليلة والأخرى، وثبت أن القرآن نزل في ليلة 24 من رمضان، وذلك يعني أنها كانت ليلة القدر في ليلة 24. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه كانت ليلة 24. فبين العلماء أن ذلك الشهر كان تاما، فليلة 24 هي سبع بقيت من رمضان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أنها قد تكون لتسع بقين أو لسبع بقين أو لخمس بقين أو لثلاث بقين أو في آخر ليلة، فهي أوتار من آخر الشهر. فإذا كان تاما كانت ليلة التاسع هي ليلة 21، وإذا كان ناقصا كانت ليلة التسع بقين هي ليلة 21، إذا كان تاما كانت ليلة 22، وهكذا في كل ليلة فالاحتمال قائم. فلا تضيع عبد الله، لا تضيع هذه الليلة فتفوتك فيها ألوان الاجتهاد بالعبادة والطاعة، لأنك
تريد أن تنام إحدى الليالي أو الأخرى، لو أن الإنسان قام السنة كلها لما كان ذلك كثيرا في أن يتحرى السنة كلها ليلة القدر. فكيف وقد حصرت في رمضان؟ كيف وقد تقرب الإنسان في رمضان قربات جعلت قلبه يهوى أن يرى نفسه في تلك الأيام مطيعا ذليلا لله متعبدا، وقد حصرت في عشر في آخره بعد عبادات توالت، القلب مهيأ والنفوس فيها القابلية للعبادة والطاعة وأن يقف بين يدي الله وأن يدعو الله يستغفره، أن يقوم الليل، هذه ليلة خاصة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس أو خرج إلى المسجد فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فلما أصبح الناس تحدثوا فاجتمع أكثر منهم في اليوم الذي بعده فصلى رجال بصلاته، فتحدث الناس، فلما اجتمع الناس في ليلة الثالثة امتلأ المسجد، فلما أصبح تحدث الناس، فلما كانت الرابعة لم يتسع المسجد لأهله، غص المسجد فلم يتسع، وهذا يعني أن الناس جاءوا من نواحي المدينة، يعني بالكاد يوم الجمعة يمتلئ بهذا الحجم. فلما لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الفجر فقال: لقد علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فكان من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشي أن يخرج إليهم فتفرض عليهم. نعم، الصلاة مستحبة في المساجد في أيام رمضان أو في ليالي رمضان، لكنه ما خرج، ليس أنه نام أو غفل أبدا، وإنما قام الليل لكن في بيته، خشية على هذه الأمة من أن تفرض عليها فلا تستطيع. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قام حين بقي من الشهر تسع، ثم لم يقم التي تليها، ثم قام في التي تليها حينما بقي من الشهر سبع حتى شطر الليل. فقال الناس: يا رسول الله، هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال: إن العبد إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أو حسب له قيام ليلة. انظر كيف كانت قلوبهم، هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ وفعلا هذه ليالي تستحق أن يقومها الإنسان. ثم لم يقم التي تليها، ثم قام حين بقي ثلاثة من الشهر، يعني تقريبا ليلة 27، فجمع أهله، فجمع نساءه وأهله والناس فصلى بهم. قال الراوي: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني حتى خافوا أن يفوت، أن لا يتسحروا تلك الليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى طول الليل، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فهنيئا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الإيمانيات العالية، حيث يتمنون أن تطول بهم الصلاة، أن يطول مقامهم بين يدي الله وهم قائمون صافوا أرجلهم بين يدي الله عز وجل، في صلاة، في خشوع، في خضوع، في دعاء، في ابتهال، في مناجاة، في دعاء، استغفار، سؤال، في ركوع، في سجود طويل. فتلك ليال تستحق. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني ليلة واحدة انظر كم فيها من الأجور العظيمة. إذن حري بنا أن نتأهب لتلك الليلة، وقد شرع الاعتكاف في تلك الليلة حتى لا يخرج الإنسان إلى أمر الدنيا. تلك الليالي العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر كلها، لا يخرج من المسجد إلى ليلة العيد، إلى يوم العيد، صباح العيد.
لماذا؟ حتى لا يضيع ولا يفوت شيئا من ذلك. تستحق. وكل رمضان يستحق. قال الله تعالى: أياما معدودات. وانظر الآن، يكاد العشر الأوسط يمر وينصرم بسرعة كاللمحة. أياما معدودات، فلا يضيع أحدنا على نفسه هذا الأجر العظيم. عباد الله، وفي آخر كلامنا نذكر ب يعني بعض التعاليم عن صدقة الفطر. كثير من الناس يسأل عنها، وبعض الناس يتعجلون بها ولا يلتزمون بها ما أمر الله ورسوله. وهذه أيضا تكون في هذه الليالي سعي الناس والبحث، ولا سيما أن الناس يوكلون في صدقة الفطر من أجل أن تخرج إلى مناطق فيها فقر. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى. فهذا الحديث يدل على أنه فرض، زكاة الفطر فرض على المسلمين. وجاء في حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالصائم يتمنى أن يكون صيامه كاملا من أول رمضان إلى آخره، لا يفوته شيء من الأجر، لكن مع ذلك قد يفوته أن يتكلم كلمة، أن يخرج منه فحش من القول، أن يصيح بأحد، ربما آذى أحدا من الناس بفعل أو قول أو تصرف أو ظن، فانجرح شيء من صيامه وأثر عليه، وهو يتمنى أن يكون صيامه كاملا. فصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، أما متى تفرض صدقة الفطر فإنها لا تجب، يعني لا تكون واجبة فرضا، إلا عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان، فتجب ما بين غروب شمس آخر يوم منه إلى صلاة العيد، وتخرج قبل صلاة العيد، والإنسان يوكل قبل ذلك ولا بأس، لأنه إذا وكل في قبل صلاة العيد لا يمكن للإنسان أن يخرج، ولا سيما أعداد المسلمين هائلة، المسلمون ربع العالم الآن وأكثر. فقضية إخراج صدقة الفطر فورا قبل العيد قد يكون أمرا صعبا. إذا أخرجتها بنفسك تستطيع، ولكن إذا وكلت أحدا واجتمع عندهم الآلاف لا يستطيعون. لذلك تبكر في التوكيل، لأنك تريد أن تخرجها طعاما، والأمر يصعب. لو كنت تخرجها نقودا ربما أخرجتها لأي شخص في الطريق من الفقراء، لكن القضية أنك تخرجها طعاما، وهذا لا يتسنى، وغالب الناس لا يتسنى له إلا بالتوكيل. ولذلك يستطيع أن يوكل ويبكر في التوكيل. صدقة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، ويساوي الصاع من الأرز، وهو غالب طعام الناس، وهو ليس على وزن واحد، لأن كلما كبرت الحبة ويبست احتجنا وزنا أقل، وكلما صغرت الحبة وترطبت احتجنا وزنا أكثر، فربما تراوح ما بين 2600 جرام إلى ما هو أكثر من ذلك. لذلك أفتى بعض العلماء بثلاثة أكيال من الأرز، من باب الخروج من إشكالية الفروق بين أنواع الرز. وقد يعني أفتى من أفتى بالقيمة
لكن هذا المسجد، لجنة هذا المسجد ستخرج أرزا فقط، والقيمة ستكون وقد سجلت على الصناديق يعني من دينارين تقريبا فما فوق، يعني كحد أدنى ديناران. وأنت تعلم أنك لو اشتريت هذا الأرز من الخارج لا تستطيع أن تشتري 3 أكيال، لكن كان هناك شراء كمية كبيرة بحيث ييسر على الفقراء من الناس، لأن الفقير يطالب بإخراجها ما وجد قوته أيام العيد، يعني ما زاد ما فضل عن حاجته في أيام العيد أو في يوم العيد، لأنه يوم واحد، فإنه يخرج صدقة الفطر ما كان زائدا عنه عن حاجته. وبالتالي فغالب المسلمين يخرج صدقة الفطر، غالب المسلمين من الفقراء. وهذا يعني أننا إذا تكلمنا عن الحد الأدنى لم نقصد بذلك الأغنياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. هو في البداية قال صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، فصاع من كل هذه الأنواع، وهذه أنواع قيمها مختلفة ليست ذات قيمة واحدة. الأقط هو الجميد الغير منزوع الدسم، أتصور هذا كم الكيلو الواحد منه. وبالتالي إذا أردت أن تخرج الصاع، ربما الصاع من 3 إلى 4 أكيال، القيمة مختلفة. لذلك نحن نقول الحد الأدنى هذا روعي فيه أحوال فقراء المسلمين، فلا نقصر على أنفسنا. وبعض الناس يقول أنا نريد أن نخرجها نقدا لفلان لأنه محتاج. إخواننا، لا ينبغي علينا أن نكون بهذا البخل. إذا كان عندك مال تستطيع أن تخرج من جيبك غير صدقة الفطر. وكلامنا ليس عن قضية تجزي أو لا تجزي، موضوع آخر. جمهور العلماء بعدم الإجزاء، فقط عند أبي حنيفة أنها تجزي. الإمام الشافعي يقول لا تجزي، فقط عند أبي حنيفة. من أخذ بقوله لا ننكر عليه، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، هذا الذي ينبغي. وعلى كل الأحوال أحببنا أن نبين هذه القضية، لأن صدقة الفطر يعني التجهيز لها وكذا يرجى أن يكون نوعا من العبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل أيضا في هذه العشر. ختاما أذكر مرة أخرى أن لا نقصر في هذه العشر، وسيكون هناك أيضا يعني قيام في الجزء الأخير من الليل أيضا نحاول أن نتابعه، سواء كان في بيوت الله أو كان في بيوتنا. ننتبه إلى أبنائنا من الآن، نحاول أن يكون عندهم دربة على القيام التهجد، ولا فرق طبعا في التهجد بين أول الليل وآخره، وإنما هو اصطلاح حاد، كله تهجد وكله قيام وكله نافلة الليل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن العمل في هذه الأيام العشر، وأن يوفقنا إليها، وأن يوفقنا إلى قيام ليلة القدر، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلنا فيها من المرحومين. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لكل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.